افتتح عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم ممشى السويس الثقافي، والذي يحتوي على جداريات تحكي تاريخ السويس. وأكد المحافظ على سعادته بافتتاح الممشى الثقافي الذي يحكي تاريخ وعظمة وكفاح السويس الباسلة من خلال 77 جدارية جمالية. فاحنا قلنا نذكر الناس بالتاريخ، فابتدينا نعمل ممشى السويس الثقافي اللي حضراتكم شايفينه خلفينا دون. ممشى السويس الثقافي دون بيتدرج منذ بدء العصر الفرعوني وتطور العصر الفرعوني وتقدما حتى العصر العثماني وحتى أسرة محمد علي، وواصل حتى اليوم بجميع مراحله، بجميع مراحل الانكسار، بجميع مراحل النصر ومراحل الزهو، بتضحيات الأهل، بالشهداء، بالفدائيين، بكل التاريخ بتاع السويس بالكامل.